امام مبروك الفوز النهارده في كاس السوبر. والله الحمد لله نشكر اللعيبه الرجاله دي الحمد لله على الفوز النهارده والاداء لعيبه رجاله والجمهور طبعا عظيم مبارك لهم طبعا اول بطوله ليا ان شاء الله لسه قدامنا بطولات كتير وانا من اول ما دخلت النادي الاهلي هنا وانا عارف ان البطوله راحت هيجي قدامها 10 بمساعده اللعيبه طبعا والجهاز الفني والجمهور ده حابب اشكرهم واقول لهم الف مبروك. لان الاهلي حقق البرونزيه وبعدها على طول حقق كاس السوبر. لا الحمد لله والله احنا طبعا واخدين ثالث كاس عالم واخدين وخدنا النهارده السوبر ان شاء الله ولسه قدامنا في البطولات ان شاء الله نركز فيها باذن الله. ان شاء الله مبروك للنادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي.